تدخل من الملاكم يوسفاني فيتا من كوبا وديفيد خيمينيز من كوستاريكا. إذن محمد فليسي يحصل للجزائر على أول ميدالية أو الميدالية الوحيدة في بطولة العالم 2013. هنيئا لوصيف بطل العالم، إنجاز هائل خارق لهذا الملاكم، حقق هذا الإنجاز بعد 18 عاما من آخر إنجاز وآخر ميدالية للجزائر. إذن البطل برزهان زاكيبوف يتوج بالذهب المصنف الأول عالميا، يفوز بالميدالية الذهبية، أولى ميداليات كازاخستان في هذه التظاهرة العالمية.